صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردن، منحييكم في هذا الصباح ومنقولكم كل عام وانتم بخير. ميلاد مجيد ولد المسيح، هللويا. ان شاء الله بتكون كانت الأعياد وبتكون السنة الجديدة علينا بكل الخير والفرح والسعادة. وأيضا من حييكم نحن من فريق النورسات ومن برنامجكم الأسبوعي صباحكم نور اللي كان مستمر معكم طوال فترة 3 أشهر 4 أشهر صار لنا يا أبونا أكثر. فنتمنى أنه كنا ببرامجنا وبمواضيعنا أنه استفدتوا منها. فنحن هلا في قالب جديد في بداية السنة الجديدة، لأنه هاي الحلقة الأخيرة عام 2020، فالحلقة الجديدة 2021 إن شاء الله بتكون بطابع جديد أيضا ومواضيع أيضا جديدة نستفيد منها وتستفيدوا أنتم منها. بالبداية طبعا بدي أرحب بكل اللي ينضموا إلنا على المباشر طابع جديد أيضا. أنا عم بستعمل هلا الموبايل للأسف الآيباد معلق، فمعلش أعذروني، رح أقرأ كل التعليقات عن الموبايل. فاللي بحييه واللي عم بقرأ تحياته، نهاركم سعيد وصباحكم نور، ومنعيد على بعض بشير العوابدة و يولا حتر وخولة عبوي، ومين كمان عندنا؟ جريس فخوري ودامة عمارين حدادين وكل اللي انضمونا على المباشر. منقولكم صباحكم نور، كل عام وانتم بخير. ان شاء الله قضيتوا العيد بهدوء وطمأنينة. طبعا العيد هاي السنة ما كانش زي كلها السنوات الماضية، عيد بطابع جديد. علشان هيك نحن في موضوعنا اليوم المسيح عصر جديد، نهاية عصر ونهاية عصر وبداية عصر جديد. رح يكون معنا كمان أبونا فرح حجازين ليحدثنا بشكل لاهوتي وروحاني عن هذا الموضوع، وأيضا مداخلات أبونا جورج شرايحة، وأيضا تعليقاتكم أي شيء بتحبوا تسألوا عنه أكثر. كمان إحنا مستعدين لنسمعكم، لأسئلتكم، لاتصالاتكم. الآن على الشاشة راح يحطوا الشباب تليفون الأرضي لمكتبنا، فأي اتصال أو استفسار نحن جاهزين لاستقباله. صباحكم نور، ونطلع هلا بصلاة بركة صباحية. بلاش بترنيمة، كنت أطلع ترنيمة. شباب جاهزين؟ فنحن لا صلاة البركة من أبونا جورج وبعدين نطلع فاصل خفيف ونرجع لكم. نعم. المسيح ولد فمجدوه، اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الملك السماوي المعزي، الحمد لله أبو ربنا يسوع المسيح، في رحمته العظيمة أعطانا ولادة جديدة في رجاء حي من خلال قيامة يسوع المسيح من بين الأموات. فأنت يا إلهنا نردد ونصلي مع قائل المزمور: كللت السماء بجودك وأثارك تقطر دسما. فيا إلهنا كن معنا على الدوام في كل أيام حياتنا. أيها القبطان، ابحر بنا عابرين البحر، تاركين جنود فرعون فزعين مستغربين. منحنا البر جديد، بر الأمان يا رب. منحنا الغلبة يا رب على صعوبات الحياة. هو عام ينقضي بين يديك وكلنا رجاء ساهرين بانتظار مجدك يا رب في العام القادم. نطلب الصحة والعافية، وأن تبعد شر كل وباء وكل مرض وكل لعنة عن شعبك يا رب. استجب صلواتنا ودعائنا في هذا الصباح. امنح الرسالة الإعلامية، نضع أسرة نورسات في هذا العام بين يديك، دكتور باسمة وفريق العمل وكل المحسنين إلى هذه الفضائية، كي تبقى رسالتها منيرة في شمس فضاء هذا العالم. نحن اللهم الغلبة على كل قوى الشر، تنسحق تحت رسمة علامة صليبك جميع القوات المعادية.
فتمنحنا البركة الروح القدس تنعم في حياتنا وتجددنا كي نعبر بك من هذا العام إلى العام الجديد، وكلنا رجاء من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين يا رب. شكرا يا أبونا على صلاتك وعلى تمنياتك لنورسات، لفريق العمل، وأنت جزء من فريق العمل أيضا بالنورسات، اللي بنحيي الشباب اللي كانوا خلال فترة العيد بنقولوا الأدديس وبيصوروا مناوبين زي ما كانش في عطلة عيد الميلاد، لكن طبعا هذه خدمتنا نحن ورسالتنا بنورسات إنه ننقل كل الأدديس، خاصة ونحن بوباء كورونا. مع وباء كورونا كانت الناس متخوفة إنها تذهب للكنائس وتصلي، الكبار السن والأطفال، فهو العيد عيد الميلاد عيد فرح، لكن رحت لما رحت على الكنيسة ليلة الميلاد يوم الخميس فما شفتش أطفال في الكنيسة، ما شفتهمش، وهيك لقيت هيك شعور حزين. قصة العدد كان قليل بالكنيسة، يدوب يعني نعدوا 100 شخص، ما في حتى 100 شخص، لكن طبعا صلينا نحن وصلينا للجميع، وأكيد اللي كانوا كمان متابعين على التلفزيونات والفضائيات صلاة العيد بيصلوا، لكن الفرح طبعا غير، كان والفرحة كانت غير، العيد كان غير، لكن بالنهاية نحن بدنا نلاقي نقطة خير بالوضع اللي احنا يعني مش متقبلينه بصراحة. صعب. يعني لقيت كتير صعب علي لما رتلنا بالكنيسة، حتى كورال ما كانش فيه، يعني رتلت لوحدي، كانوا مع العازف بالكنيسة، نعم، جبل حسين، مش زي ما دايما بتكون في جوقة الشبيبة بترتل وبكون بتحضر دايما الترتيل، بس السنة هذه كانت الظروف شوي صعبة انهم يلتموا، لكن القداس كان يحمل جوهر ومعنى الميلاد، معنى المجيء، معنى ايماننا الروحي، ايش في مخزون بقلبنا هلا طلعنا. في ناس بتقول لك انه شغل ما فيه والاقتصاد واقع والى اخره، وعم بيصرفوا من المخزون اللي موجود عندهم، اللي خزنوه زي قرشك الابيض ليومك الاسود. فالذخيرة اللي نحن مخبيينها بقلبنا ليومنا، بديش اقول اسود، لكن فعلا يعني صعب. ايامنا صعبة كانت، فهاي الذخيرة اللي بقلبنا ومخبيينها عبر هالسنين من الصلوات والأدديس والاحتفالات واللي كنا نشارك فيها، فماذا خزننا في داخلنا طلعنا بهاي الفترة؟ إن كان في بيتنا طلعنا هذا المخزون، صلينا في بيوتنا بكلامنا، يعني كنا أوقات نروح على لما كنا نروح على الكنيسة كلام الكاهن، وعظة الكاهن، صلاة الكاهن، وإحنا نرد وراء، لكن في بيوتنا طلعنا مخزوننا نحن، كلامنا نحن، إيماننا الروحي نحن، يعني كنا بكل بساطة عملنا هالعلاقة بيننا وبين ربنا وصلينا لإله بكل بساطة القلب، من دون اللاهوتيات ومن دون هالليترجيات اللي منمارسها دائما، واحيانا منمارسها هيك بس شفاه تتكلم ولكن القلب بعيد. لكن في الميلاد هاي السنه كان القلب قريب من الله اكثر واكثر، مع انه بعاد عن الكنيسه كجسديا، لكن كنا اقرب لربنا. صحيح. بهذا الميلاد هذا أنا يعني كان شعوري ورأيي، ما بعرف الناس إذا هي بتشاركني بهذا الرأي أو حست فيه. نعم، طلعت المخزون اللي عندي خلال هذه الفترة، فإن شاء الله إنكم أنتوا كمان طلعتوا المخزون اللي عندكم. في ناس ممكن لقت حالها إنه ما عندها مخزون وحزنت كتير، لكن في بيضل الأمل موجود، أيام الجاية تخزنوا روحياً الذخيرة الموجودة، تكبروها أكثر وأكثر حتى تستعملوها عند الحاجة،
حتى تكون موجودة كمان تستفيدوا منها عند الحاجة، لأنه بذرة الخير هي اللي بتضل بالنهاية والشر بيروح مع. أكيد. فما بعرف هذا كان إحساسي مزبوط. أبونا بكل بساطة يعني وعفوية. جميل جميل جدا دكتورة، يعني هيك يعني فرض علينا لاهوت، الواقع فرض علينا لاهوت جديد. نعم. طريقة جديدة في التعاطي مع الاسترجياتنا، مع تقوياتنا الشعبية، مع ممارساتنا، ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، والجوهر هو الأساس، يعني الجوهر العميق. حكى يسوع قوات الجحيم لن تقوى على 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 كنيسته، وهي آلاف السنين ما زالت صامدة وباقية. نعم. يعني اليوم الاضطهاد وبائي. نعم. الزمان كان من 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 جيوش الوثنيين، في فترات كان اضطهاد من اليهود نفسهم على المسيحيين الجدد، فآلاف السنين هذا التاريخ عريق. فلا ما بيخاف المؤمن اليوم انه اذا مرق في ذائقة وفي في في هذا. نعم. كله ما لا يعني التوقف، لا يعني انه بدنا نبتكر دائما الحلول اللي نعبر فيها، بس فعلا بلا قشور كان هذا العيد. نعم. كان اللب الأصالة، الاحتفال. نعم. الحقيقي بأعماق القلب. انا بشبه يعني شوف التشبيه الغريب شوي، مش متطرف ولكنه غريب شوي، انا بشبه انه الممارسات هاي كلياتها زي الخطبان، ولكن مع الزواج يظهر كل شيء على حقيقته. نعم. يعني في لما نحتفل بالليترجيات في بيوتنا، يعني بيكون الواحد على حقيقته قدام. نعم. اولاده، حتى في بجارته بيكون. نعم. بيكون. نعم. في بساطته، بعفويته. يعني انا من الناس اللي بحكم يعني الثلاث اشهر اللي مرقت بكورونا ما قدرناش نطلع، كنت اقدس في البيت وعندي عامل كابيلا بالبيت وبنقدس فيها، فالولاد متفاجئين من طريقة القداس، يعني لهذا انه كيف بلبس البدلة اللي ده فوق البيجامة واحنا قاعدين بالبيت، يفوتوا يطلعوا حاسين حالهم بيتهم. مش شوي شوي تعودوا انه يعني كمان شيء شعور جميل لما داوم يا بابا طب خلينا نصلي، ليش تودينا على صفنا، ليش تجينا من هناك، خلينا نصلي. فكمان بدنا احنا ننتبه انه كل شيء جميل الله اعطانا اياه، ولكن مثل ما بيحكي الحكيم سليمان الجامع الحكيم بيحكي لكل شيء تحت الشمس ميعاد، وفي ظروف وفي أوقات بيقدر الإنسان اللي يتكيف مع الواقع ويعيش حسب الظروف الموجودة. يعني حتى الألم بحياتنا، حتى الصعوبات هي عملية تكيف. نعم. لأنه لا أستطيع أن ألغي الألم بحياتي، كذلك الآخر المختلف عني سواء كان زوج سواء كان أخ صديق زميل، الشخص المختلف عني بحياتي أنا دائما ما بدي أصلي عشان هو يتغير ويصير زيي، أنا بدي أصلي عشان أنا أقدر أتحمله. هي الفكرة زي ما تفضلتي بالعودة دكتورة إلى داخل الإنسان من جوا، يبين معدنه الأصيل بالشدة. نعم. يعني بالظروف كثير ممكن ما بتخليك تختبر الأشخاص اللي معك، ولكن لما تصير بالشدة بتنخليهم بتصفيهم، يبين معك مين اللي بضل اللي معدنه أصلي هو اللي بثبت. والظروف الصعبة الكل بتنصل منها والكل ببعد. نحن نعيش اليوم للأسف ظروف صعبة في حياتنا. احنا لما نحكي كمان المسيح نهاية عصر وبداية عصر جديد، فعلا كمان مع كورونا انا واثق انه انتهى عصر واصبح عصر. نعم. جديد. يعني دخول هالوحش التكنولوجي بكل انياب لبيوتنا، صح، هذا الدخول العنيف اللي صار الطفل يقعد 8 ساعات امام الشاشة بس دراسة، وبده ساعتين ثلاثة لعب كمان، هذا الطفل ما فيش لعب الا كمان امام الشاشة، بده ينام له 12 ساعة صفر، فيش اشي بهم. اصبحوا اولادنا تكنولوجيين، يعني مصطلحاتهم اولادنا لما بيحكوا مع بعض بيحكوا مصطلحات جديدة بحكيها، يعني بيعربوا كلمات بالانجليزي، بيطلعوا كلمات يعني نحتوا لغتنا، نحتوا لغتنا العربية بمصطلحات غريبة تكنولوجية. فهذا كلياته كيف يستطيع الإنسان مع كل ذلك في أثناء العبور من مرحلة لمرحلة، من سنة لسنة، من خلينا نقول من معطيات قديمة إلى معطيات جديدة، يكون ماسك بإذن يسوع. بتخيل بطرس لما مشي على البحر كيف لما استطاع أنه يمشي، بعدين لما ترى مسد يسوع إيده له. فإحنا إذا إيد يسوع هي اللي جازت بالبحر الأحمر لما جيش فرعون لحقهم. نعم. فمسك بإيدهم ربنا وشق البحر ومشي فيه. صحيح أنه الصعوبات هاي بشبهها بالبحر الهائج المائج اللي بنعيشها، ولكن يد الله قادرة، والعصا اللي أعطاها لموسى اللي ضرب الصخر نزلت مية. صح. إحنا بدنا هالمية اللي تروي ضمأ
حياتنا وظمأ تعطشنا بهالحياة أن نعبر مع يسوع، عابرين باسم يسوع المسيح ومجتازين هذه المرحلة العصيبة اللي للأسف بنعيشها، وكل يوم تجي تخوفات تطورات من متحورة من الفيروس، ولكن لا تخافوا أنا معكم لقد غلبت العالم يسوع. نعم. يقول فعلا أمين يا رب لا تخافوا. ونحن ببداية الجائحة دائما نذكر أنه لا تخافوا، لأنه اللي حاطط الله بقلبه والمسيح هو اللي دستور حياته، تعليم المسيح وكلام المسيح هو دستور حياته، ما رح يخاف لا من فيروس كورونا ولا من الصعوبات اللي عم بتمر، لأنه مع يسوع رح يجتازها زي ما تفضلت، واجتاز الصعوبات هالإنسان عبر هالألفين سنة ولا الأربع تلاف سنة ولا مليون سنة مليارات السنين اللي عاش فيها الإنسان، اجتاز عدة أجيال وعدة مراحل وعدة، فلكل زي ما بقول مرحلة إلها بداية وإلها نعم. نهاية. ونحن نعم. في حلقتنا اليوم بدنا نحكي عن المرحلة هي ما قبل المسيح ومرحلة ما بعد المسيح. أكيد إلا لما إجا السيد المسيح المؤمنين اللي كانوا عايشين ما قبل المسيح، ولما إجا السيد المسيح بتعليم جديد ففي مرحلة جديدة للبشرية كانت ما بعد المسيح. كيف كانت مشاعرهم؟ كيف كانت حياتهم؟ كيف كانت لأنه كل بداية إلها صعوبة لما بتتقبل تعليم جديد. يعني انقسمت الناس لعدة أقسام، نعم. فئة مشككة وفئة مؤمنة وفئة لا تؤمن أبدا، يعني وطلعت الحروب صحيح. وطلعت الصعوبات وطلعت الاضطهادات وطلع القتل والاستشهاد والشهادات، ولكن في النهاية تحقق وعد الله، تحقق تعليم ربنا، هو اللي ثبت يسوع المسيح بتعليمه اللي جاء فيه، هو اللي ثبت، هو اللي استمر 2000 سنة 2020 نحن عم نحكي على العصر الحديث. نعم بحب أضوي كمان على سلط الضوء على مناسبة أو حفلة حصلت بهذا التاريخ، العهد القديم والعهد الجديد، هي بيوم ختان يسوع حصل في حفل استلام وتسليم. إذا نعم. لاحظت وجود حني النبي وجود سمعان الشيخ اليوم، متطلق عبدك أيها السيد على حسب قولك بسلام، لأن عيناك قد ناظرتا المجد لشعبك بني إسرائيل. إحنا من دائما منترجمها كلمة إسرائيل هي المؤمنين يعني لشعبك، وهاي حن النبي اللي استنت هاي اللحظة، وكان الله واعده كمان لسمعان أنه لن تذوق الموت قبل أن ترى مخلص شعبك. نعم. ففي هذه اللحظة انتهى العهد القديم. نعم. وبدأ العهد الجديد. في هذه اللحظة لما قال له الآن تطلق عبدك أيها السيد على حسب قولك بسلام، انتهت مرحلة العهد القديم. نعم. سلم المفتاح لهالطفل تيبلش العهد الجديد اللي زي ما حكينا أشعيا، وهلا أبونا فرح رح يتوسع بال. نعم الأنبياء اللي ما قبل السيد المسيح اللي طبعا حكوا عن السيد المسيح. على فكرة هم كثار في ناس يفكر بس أشعيا، بس لا هم كثار اللي بتكلموا عن مجيء السيد المسيح وعن مريم العذراء وكيفية ميلادها. ليش حكينا عهد جديد؟ وين العهد القديم اللي أعطاه الله موسى بالوصايا العشرة؟ من هم يشوف يسوع كمان بيطلع فيهم على جبل اللي بحيفا، جبل نعم. كرمل نعم. وأعطاهم كمان تطويبات وهي وصايا جديدة. يعني دائما كان يقولهم مش جديد بمعنى جديد، يعني ما جئت لأنكم بل أتمم وأعطي معنى نعم. معنى جديد. عبين ما الشباب يحضروا اتصال مع أبونا فرح حجازين بلاش نتأخر عليه، نحن كمان بناخذ التعليقات اللي على الصفحة. سارية زهير عمارين يسعد صباحكم. سارية صباحا. حنا شحادة كمان أو هنا شحادة مش عارف الاسم. سيستر سيسيل حجازين عم بتشاهدنا وهي من خواتنا راهبات الوردية، من حي راهبات الوردية، ومنقولكم صباحكم نور، كل عام وانتم بخير يا رب.
ينعاد عليكم بالفرح والصحة. أنتوا رهباتنا عزيزات علينا، ورهبنة الوردية لها كمان عمل عظيم ورسالة عظيمة في كنيستنا وكنائسنا وشعب ربنا، خصوصا بالتعليم، خاصة في المدارس والتعليم والمستشفيات أيضا، وأيضا كمان عندهم الحياة الروحية اللي بيعطونا إياها، فهذه شهادة لإلنا كمان نحن نقتدي فيها. إيمان بهجت شرايح، يسعد صباحك، صباحك نور. وسهام حدادين، كل عام وانتم بخير. المدام هاي إيمان، كل عام وانتم بخير. الخورية إيمان شرايحة أختي، إيمان أختك، أختي الخورية. محمد الصعوب، محمود الصعوب، صباح الخير عليكم إن شاء الله، سنة خير. يعني إخواننا حتى المسلمين عم بيتابعونا، يعني نشكر الله، يعني هذه رسالة نورسات عم توصل للجميع ومفتوحة للكل، لأنه كلامنا كلام محبة وسلام، يعني وهو ينطبق على الجميع، ينطبق على كل مؤمن. نعم. معنا إحنا اتصال مع أبونا فرح، موجود؟ أوكي. صباح الخير أبونا، صباحكم نور. شو عم بسمع؟ أبونا تحط السماعة. أبونا معلش تسمعنا من التليفون مش من اللابتوب، لأنه الصوت مش طالع. إن شاء الله. سامعه أنت أبونا؟ ألو؟ صباح الخير. ايوه صباح الخير ابونا، صباح الانوار الغاليين، صباحك نور ابونا، كل عام وانتم بخير، وانتم بألف خير يا رب، ميلاد مجيد، وعيد المسيح على الجميع يا رب. الله يسعدك ابونا. ابونا اليوم نحن طبعا في حلقتنا الاخيره من عام 2020 مع ميلاد السيد المسيح، نود ان نتحدث عن العهد الجديد، المسيح عندما جاء، بداية عهد ونهاية عهد، فلاهوتيا تخبرنا ما معنى هذا المفهوم إن شاء الله. وإن شاء الله تكون هاي الكلمة كلمة تفاؤل لكل واحد فينا حتى يعيش هذا العام وكل ما تبقى له من عمر بتفاؤل، لأنه في هذا العصر الجديد اللي احنا عايشين فيه احنا مش لوحدنا، هناك شخص اسمه عمانوئيل هو معنا، والمهم أن نكون أيضا معه، وإذا كان معنا وكنا معه سوف نسير في حياة طمأنينة وسلام، على الأقل سلام في القلب والضمير، وهذا هو الأهم. على كل حال ببدأ بكلمة القديس بولس لأهل غلاطية، لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. إن العالم بميلاد السيد المسيح قد بدأ عصرا جديدا، وأصبح هذا الميلاد المجيد فاصلا بين زمنين، ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. والآن سنتحدث في نقطتين، النقطة الأولى ميلاد السيد المسيح نهاية عصر قديم وبداية عصر جديد، والنقطة الثانية العصر الجديد هو عصر مشاهدة وجه الله. ميلاد السيد المسيح نهاية عصر قديم وبصر جديد. يوم الميلاد هذا الذي كان في ليلة حالكة الظلام صار فجر العالم الجديد الذي أشرقت به شمس البر التي لا تغيب ولن تغيب. قال القديس أغسطينوس: ولد المسيح ليلا لكي يجعل من ليلك الطويل نهارا. فيوم ميلاد الرب في ثلاث نقاط هو يوم فاصل. النقطة الأولى هو اليوم الفاصل بين الزمن الذي يصنعه الإنسان والزمن الذي صنعه الرب، هو اليوم الذي قال عنه المزمور 118: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح به. هو يوم صنعه الرب لخلاص البشر، هو يوم انفتحت فيه الأبدية على الزمن، فصار هذا اليوم هو يوم تغسل فيه كل همومنا وأحزاننا وألامنا، وندخل في بهجة الخلاص كما قالت الملائكة للرعاة: أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب.
النقطة الثانية هو اليوم الفاصل بين العهد القديم والعهد الجديد، وندخل في بهجة الخلاص كما قالت الملائكة للرعاة: أبشركم بفرح عظيم يكون للشهداء. هو اليوم الفاصل بين العهد القديم والعهد الجديد، وفي هذا تتحقق نبوة إرميا القائل: هي تأتي أيام أقطع مع بيت يعقوب عهدا جديدا ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم، أجعل الشريعة في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، وكلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب. وهذا ما تحقق في نبوة أشعياء النبي بأن العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، أي بعد الغربة والبعد والخوف أصبح الله رفيقا صديقا محبا للإنسان بلا حدود. قال الملاك للرعاة: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. والقديس بولس يؤكد بأن المصالحة بين الله والناس قد تمت في المسيح المتجسد المولود في يوم الميلاد، وأنتم الذين كنتم أجنبيين وأعداء في الفكر وفي الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسمه البشرية. كنا أمواتا بخطايانا فأحيانا بموته وقيامته من خطايانا، وهذا ما قاله الملاك عن العذراء للقديس يوسف بأنها ستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. اسمه يعبر عن وظيفته لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. ثالثا، هو يوم فاصل ما بين الظلمة والنور. عبر عن ذلك أشعياء بقوله: الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في بقعة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. ونور العالم كما نعلم هو السيد المسيح الذي قال عن نفسه: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام. والنور باق معكم وقتا قليلا، فامشوا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. أما يوحنا الرسول فيصف دخول هذا النور إلى العالم بقوله: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لا تدرك. كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتيا إلى العالم. النقطة الثانية، العصر الجديد هو عصر مشاهدة وجه الله. كل إنسان مؤمن تواب إلى اكتشاف حقيقة الله، إلى رؤية الله، لكن الله لا ينكشف إلا إذا هو كشف عن نفسه. فكيف كشف الله عن وجهه في العهد القديم قبل الميلاد وما بعد الميلاد؟ قبل الميلاد كان الله يكشف عن ذاته عبر أعماله وأقوال الأنبياء، وكثيرا ما كان يظهر الله كالملك المقتدر والسيد المطلق فيستولي الخوف والرعب على الشعب أو على النبي. وهذا ما حدث للنبي أشعياء عندما رأى عظمة الله ومجده في رؤيا، فصرخ مرعوبا: ويل لي قد هلكت لأني رجل دنس الشفتين. هذا ما حدث أيضا لموسى لما تراءى له الرب في العليقة فستر وجهه إذ خاف أن ينظر إلى الله. كذلك للقديس يوحنا في رؤياه: فلما رأيته سقطت عند قدميه كالميت، ووضع يده اليمنى علي قائلا: لا تخف، أنا الأول والآخر. وأما بعد الميلاد فقد كشف الله عن حقيقة ذاته الإلهية. يقول القديس يوحنا الحبيب: الله محبة، لهذا يبين محبة الله لنا أنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. نعم، الله صار إنسانا. يقول لنا القديس بولس: المسيح هو صورة الله. الميلاد تجلى لطف الله مخلصنا ومحبته للناس. ولما طلب فيليبوس من يسوع أن يرى الله الآب أجابه يسوع: من رآني فقد رأى الآب. إذن إنها الحقيقة هو الذي تجسد في يسوع المسيح ورأيناه طفلا في مغارة بيت لحم. ومن يخاف من طفل؟ ومن لا يحب الطفل؟ إنه لله المحبة القريب من المتخذ صورتنا، الحاني علينا، الحامل خطايانا، الغافر أثامنا. وإذا لم يستطع الإنسان أن يذهب إلى الله ليصالحه، نزل الله إلى الإنسان لكي يصالحهم. وكلما ننظر إلى صورة الميلاد المسيح نتذكر حب الله للبشرية.
قصة الميلاد هي في جوهرها قصة حب. أحب الله العالم وأرسل ابنه إلى العالم لا ليدين به العالم بل لكي يخلص العالم من خطيئته. ما جئت لأدين العالم بل ليخلص العالم. والقديس لوقا يقول لنا عنه جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. وأخيرا أختصر كل ما قيل في هذا الموضوع في السطور التالية. تجسد يسوع لله فصل التاريخ فصار مولده فاصلا تاريخيا ونقطة تحول في التاريخ. ميلاد يسوع صار محورا في التاريخ وصار الناس يؤرخون بالسنين التي قبل ميلاد المسيح أو التي بعده. يسوع فصل عقلية التاريخ فأصبح هناك تذكير وعقلية قبل المسيح وعقلية وتذكير بعد المسيح. قبل المسيح كان الإنسان عبدا وبعد المسيح أعيدت للإنسان كرامته وحريته. قبل الميلاد كان الإنسان ينظر إلى الله بخوف ورعدة وبعد الميلاد أصبح الله ربا حنونا رحوما. قبل الميلاد كانت حياة الإنسان تسودها شريعة الغاب أما بعد الميلاد فالمحبة هي التي تسود. هذه كلمة تدعونا جميعا للتفاؤل بأن الله أصبح الآن معنا والله محبة ونحن أبناء المحبة. وما أحلى أن يعيش كل واحد منا في حياته كلها هذه الوصية وصية المحبة محبة الله ومحبة القريب. آمين آمين يا أبونا. يسلمتمك على هالكلام الرائع. فعلا عهد الجديد عهد مليء. هو أعظم وصايا ربنا هو المحبة بالعهد الجديد وركز عليها. فميلاد مجيد يا أبونا فرح وأنت دائما من اسمك من مصدر الفرح في كلامك. أو إحنا بنشكرك ومتشكرك أيضا على مرافقتك لنا بخلال فترة وحلقة صباحكم نور كل أسبوع بمواضيعك الجديدة ومفهوم الجديد والتعليم الجديد. شكرا أبونا صباحك نور. الله يعطيك العافية يوفقك دائما في خدمة ربنا اللي تسلم تسلم كل الهلاء خلاص النفوذ. وكل عام وأنتم بخير أنتم والمستمعين. أنت سالم هلا. شكرا يا أبونا. شكرا 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 يعطيك العافية. فعلا الزخم الموضوع اللاهوتي في ناس كتير بتحكي إنه أبونا يعني بحط بيجيب الشواهد من العهد القديم والعهد الجديد. ممكن أنا وإنت أو ممكن أنت تحكي أبونا. ودائما طبعا كلامنا دائما بيكون موثق من الكتاب المقدس لكن الشواهد موجودة وإيماننا له تاريخ. نحن بحلقتنا هون لما حكينا عن المسيح الجديد وهيك هو مش معناه أنه بدنا نلغي الماضي. الماضي هو مكمل ومتمم للحاضر لكن هو المفهوم الجديد أو الفكر الجديد يعني اللي جابه سيد المسيح لما ولد والتعليم الجديد اللي أضاف عليه ما تم أو ما تم قيله. أو طبعا هذه كمان من فترة مسيرة الخلاص اللي ربنا أرادها إلنا بميلاد يسوع المسيح. فترة طويلة عشناها من بعد آدم وحواء وخطيئتهم وخروجهم من من الجنة. فهي مسيرة طويلة وحياة مخطط إلها. دكتورة كمان في قضية بحب إن كمان نحكي فيها. حدث ولادة يسوع المسيح في حدث لاهوتي وفي حدث تاريخي. يعني التاريخ مثبت بكل عند اليوستينوس المؤرخ اللي كتب هذا اليهودي والديانات اللي ما بعد والإسلام والكل. يعني حدث حقيقي مش بس بالفكر المسيحي ولادة المسيح. يعني إذا هذا حدث موثق تاريخيا. ولكن يبقى الحدث اللاهوتي إذا بنركز عليه بيبطل في عندنا مفهوم الزمان اللي تم ملء الزمان بمفهوم الحرفي. بيصير إنه أنا ممكن اليوم كمسيحي معمد وبعد آلاف السنين أكون بعد عايش بالعهد القديم. إذا أنا ما كنت مجدد لمواثيق معموديتي، إذا أنا ما كنت مجدد انتمائي الكنسي الفاعل رعويا أو شبيتي قدام أولادي. وإذا لا سمح الله في ناس كثير بسبب الاعتراف أطفال بيكونوا صغار
في ناس كثير بنجرحوا من إهانة الذات الإلهية وسب الدين والرب جوا البيت. هذا مسيح مسجل بالهوية بس، هذا ما إله أي ما إله أي، هذا ما زال عايش بالعهد القديم حتى لو إنه الكنيسة قالت له إحنا من العهد الجديد. نعم. لذلك يبقى جواب شخصي. نعم. يعني حتى بقانون الإيمان في ناس كثير لما بيصلوا بنؤمن بإله، خطأ. لا، هي الكلمة مش نؤمن بإله واحد، هي الكلمة أؤمن بإله واحد. إذا الإيمان هو فعل فردي. بنفس البيت بيطلع واحد قديس بحب الصلوات أو بنت أو شاب في البيت، بتلاقي أخو الثاني أو أخته الثانية، معقول أنت أخو فلان؟ يعني وهم هون المثل الشعبي اللي حكى إنه البطن مستان بيطلع. فيبقى إن أنا نعبر بيسوع المسيح، هذه إرادة شخصية. الجواب اللي جاوبته مريم العذراء قالت نعم، ها أنا ذا أمتر. لما قالت نعم هي حكت لا 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 لأشياء كثيرة بحياتها. فاليوم أنا لما بدي أعبر من يسوع المسيح السنة الجديدة بدي أحط مقاصد، اللي بقدر عليها ما بقدر عليها بدي أسعى أن أحاول. يعني في صديق إلي كل سنة بحط مقصد على السنة الجديدة، بمسك باكيت الدخان بكسر بعد شهر برجع له، مش غلط، هو بحط مقصد بحاول، يمكن بقول له بلكي على السنة هاي بلكي على كل سنة بحاول، بس أنا بتأكد إنه بما إنه قاعد بحاول وبعيد رح يجي يوم ويترك الدخان. عادات المسبات أو النميمة أو الاستغياب أو يعني خلينا على السنة الجديدة نحط مقاصد أن نعبر بها مع يسوع. وما في أعمى فتح لحاله من معجزات يسوع، ولا الكل يعني يطلب من يسوع المسيح. فنحن لا أبدل أنا بذاتي، بس المطلوب مني أني أنا أقدم الرغبة بذلك، والفاعل بعود ليسوع. قدرة الله مش قدرتي أنا العبد الضعيف، ولكن السعي. أنا بدي أسعى، أنا ذا واقف على الباب يسوع بحكي، ما بتحشى حياتنا، بدك على الباب، إذا أنا فتحت أدخل وأتعشى ويكون لك مسكن عندي. إذا هاي الشخصانية في العلاقة الفريدة مع الله، القبول والرضا بدها هاي التناغم في علاقتنا مع الله عشان يصفي نيتنا من جوا. أنا بدي أسعى إني أصفي نيتي، وبدي أبطل أعطي أحكام مسبقة عن الأشياء. كل ما أشوف شغلة طويلة شغلة بدي أحلل ليش هاي هيك، وليش اليوم عملت هيك، وهاي متكبرة وهاي بدي أشوف أنا في أفعال بتعطيني أن هاي الاستنتاجات أوكي، هاي بصير حكمة إني أنا بميز إنه هذا شخص فعلا متكبر. أما جزاف عن الأحكام لأشخاص كثير بيسمي بيقول أبونا فلان بتعرف، وقال لا بس هيك بيحكوا عنه. أما أنت فوت في علاقة واستكشف بنفسك، خليك أنت إنسان ذكي وحكيم. ندعو أخوتنا المؤمنين بهالسنة الجديدة إن يكون عندنا حكمة، وما نعطي الأحكام المسبقة، الكنيسة عملت هيك، الهاد عمل هيك، خلي بهالهدوء هيك نأخذ مقاصد بس العام القادم، إن نأخذ طولة البال طولة الأنا، ونقدر إن نسمع الآخر لما نتحاور معه، ويكون عندنا هاي الوزن، هاي الإمكانية. ولا كيف تشوفي صح ولا لا؟ نعم مهمونة أبونا. طبيعة البشرية، نحن هلأ قاعدين مع كورونا وفكر كورونا اللي جدد أفكارنا كمان. يعني الفيروس هذا الصغير تخيل قديش هو لا يرى بالعين المجردة، مش عم نشوفه، لكن عمل فعل كتير كبير بالمجتمعات وبالعالم كلها. ما بعرف، يعني أنا متأسفة إني الناس ممكن تعترض أو تنتقد التشبيه فيروس الكورونا لما ولد السيد المسيح. الإنسان بطبيعته البشرية ومفهومه وكيف تقبله للشيء الجديد هو نفس الإنسان العهد القديم لحد الآن. يعني تخيل لما الفيروس انتشر، في كان اجت فئة طلعت فئة تناقض الفيروس، تقول لك مش موجود، هاي خدعة، هاي خدعة، هاي سياسة، هدول بدهم يحكمونا، هدول كذا، يا عالم تردوش يا عالم كذا. لحين ايش انصاب أقرباء لنا وحوالينا انصابوا بهالفيروس، وشفنا أثار الفيروس عليهم. يعني فصرنا بعدين صرنا نصدق إنه والله في فيروس، يعني إنه في فيروس موجود، لأنه فلان ابن عم الأب الأم أخوي انصابوا في فيروس، اللي دخل مستشفى، اللي تعالج في البيت كانت صحته قوية إلى آخره، تقبل الفيروس وأخذ الفيروس. فصفينا إحنا في مرحلة هلأ أول إشي عدم التقبل الفكرة، بعدين صرنا نتقبل الفكرة. لا إجا السيد المسيح لما ولد، إجت فئة من الناس لا تقول لك مش هو، لا مش هو، مش هو، لحد ما صار في ناس من اللي حواليهم يؤمن،
وشافوا التغيير بحياتهم لما آمنوا، فصاروا هن يؤمنوا يعني أيضا. حتى أكيد على كلامك واحد بالغ مبارح بيقول لي أبونا رح نصير نكتب قاف كاف، بقول له شو قال؟ قبل كورونا وبعد بعد قبل وبعد، يعني عمل عهد جديد هلا كورونا بحياتنا البشرية. بس الإنسان كبشر يعني عم بتخيلوا الإنسان كيف كان لما إجا يسوع المسيح، من قبل يسوع المسيح، من قبل ولادة يسوع المسيح، اللي أنكر السيد المسيح، من الناس اللي كانوا معاه. يعني نحن نفس الطبيعة، ما تغيرنا طبيعتنا طبعا. يعني الله بيعرفنا طبعا. فبقولك الفيروس كورونا نفس الشيء، ما نتقبل معاه. هلا نحن بالزمن بالعهد ولادة السيد المسيح في ناس الطعم مطعوم السيد المسيح ودخل في دمه بجسده، المعمودية والمناولة والأسرار. فعلا أبونا طعموا في السيد المطعوم هذا، اللي احنا هلا كمان عم بيحكوا لنا عن المطعوم انه لازم ناخده على أساس انه ننجو من هذا الفيروس. وفي ناس ما تقبل المطعوم، في ناس بتشكك بالمطعوم، عم تطلع لنا تقارير تقول لك المطعوم هذه نوع من الكنترول والسيطرة وعلى العالم وعالم جديد وحرب كونية وحرب بيولوجية. رئيس المكسيك امبارح بقول لك بحولك لا قرد وخنزير. تخيل يعني انه لهذا المستوى بطلع لك اصوات نشاز زي ما كان العهد وقت يسوع المسيح لما ولد، طلع لك اصوات نشاز يقول لك لا وهذا تعليم خاطئ ولا وكذا فالأصوات هذه طبيعة البشرية موجودة. إذا نعيد المقاربة مشان المشاهدين ما يفهمونا غلط، إذا الفيروس هو الشيطان والمطعوم هو يسوع. عشان يكونوا واضحين بلاش يقولون هذول وين بحرب. هو أنا أبونا التركيز على طبيعة البشرية، ما من دور الدنيا ما اختل يعني اختلفت، من كان يؤمن ومن كان لا يؤمن، ومن آمن بعد ما شاف مثل توما رسول بقول لك أنا إذا ما شفته وحطيت ايدي بجروحاته ما بصدق انه يسوع قام من بين الاموات وما بقى. فظهر له يسوع المسيح وقال له هذا انا، تعال يا توما حط ايديك لكي تكون مؤمنا. فالطبيعة البشرية هي شكاكة بطبعها. انا كان على انه سوري على المقاربة من البداية حكيت، ممكن الناس تستهجن تقول لك انت قاربتي الفيروس بالله. لكن انا مش قصدي على المقاربة، قصدي على الطبيعة البشرية كيف دائما تشك. هلا في ناس بتتهم الاعلام والاعلام وهن الاعلام وهيك، بالزمانات ما كانش في اعلام ولا شيء. هي الطبيعة البشرية بطبعها انها شكاكة، لا تؤمن الا لما تشوف بعينها. كنا ما نؤمن انه في فيروس كورونا، ولما شفنا اصدقائنا واحبابنا وقريبين منا انصابوا صرنا نؤمن. لازم احنا نشوف بعيننا ونتحقق، وهذا مش غلط. يعني توما قديس في النهاية، في النهاية شكك، لكن يعني يسوع قبل إنسان شكاك وما بقدر إلا ليشوف. بس حكى يسوع المسيح طوبى لمن آمن ولم يرى، يعني طوب اللي بيؤمنوا هن ما شافوا. ف الطبيعة البشرية أبونا وطبيعتنا كبشر، إن كنا نؤمن أو لا نؤمن، إن كنا نؤمن بتعليم أو لا نؤمن بتعليم، ربنا قابلنا يعني يقبلنا بهذه الصفة. لكن في النهاية أكيد اللي يفتح قلبه للخير والمحبة رح يلاقي بكلام يسوع المسيح إنه هذا خير ومحبة، فرح يقبل بالنهاية يسوع المسيح. صحيح. فنحن ما حكيت هذا الحكي علشان الكل يقبل المطعوم. أنا قدمت أول واحد قدمت في النهاية، يعني هذا المطعوم زي باقي المطاعم اللي بناخدها، ولأطفالنا راح تاخدها، تاخد مثل الجدري والسل أكيد في البداية كانوا يشككوا في هذه المطاعم، وبعدين صار بعدين أجسام، يعني في أجسام ممكن تتحسس ممكن يعني، بس مش الكل يعني. هلا بسألوك لما تروح عند أي دكتور بدي يعطيك أي إبر يقولك عندك حساسية بنسلين، عندك حساسية طبعا كذا. أكيد بقول أنا ما بعرف، هلا بنجي هلا بنشوف. نعم. بس يأخذ الواحد فكيف بدي أعرف إلا إذا أخذوه. لكن أبونا نحن حطينا حالنا بهذا المقارب بين الإنسان اللي كان عايش وقت ميلاد يسوع المسيح واللي كان يشك، ونحن هلا في العصر الحديث لازلنا نشك،
لا زالت الطبيعه البشريه هي واحده ما تغيرت 100%. انها بتشك باي شيء جديد. صحيح. فاكيد كانت البشريه بوقت يسوع المسيح كانت تشك هل هذا صحيح، هل هذا النبي صحيح، هل بتعليمه هذا صحيح. فموضوع الشك موجود من زمان، مش من ايام ديكارت، من قبل ديكارت. بس كيف بدي ازيل الشك؟ باليقين. واين اجد اليقين ابونا؟ اليقين هي المعلومه الصادقه المثبته نتائجها. يعني احنا كمسيحيين بنقول اليقين الحق والحياه هو في كلمه يسوع المسيح، يعني بالانجيل. نعم. هلا كيف انت بتعيشه؟ كيف بصير في عندك الهستري، بصير في عندك تراكميات اللي هي بتخول. يعني بصير الانسان بتقدم العمر، بشوف، تتذكر لما بكيت وسكرت الدنيا بوجهي، تتذكر لما كذا، كيف ربنا فتح لي باب من هناك. طب اليوم انا معاشي راح، اليوم ما في شغل، اليوم ما في حرق، ما في كذا. طب معقول اللي مشى في عبر في البحر هذا كله بدي يتركني هون عند البحيره الصغيره؟ فاللي عنده ثقه ببطل يخاف، بيصير عنده يقضي على الشك باليقين، الظلام زي ما حكى ابونا فرح بالشمس. نعم. يعني وكل زي ما حكى الشاعر ابو القاسم لما يقول لك انه لا بد الليل ان ينجلي، لما كان الاستعمار في الجزائر 100 سنة. فهي الشغلة بطول الأنات، هي الشغلة بالصبر، وزي ما حكينا بداية الموضوع هي بالتكيف. ولكن اليقين هو دائما اللي بقضي على الشك. هات أصبعك وضعه في يدي كي تكون خلاص، تحط إيدك على اليقين. في تعاملنا شفنا موسى زي ما تفضلتي، وإذا حكى أبونا كيف كمان كثير من الأنبياء كانوا من وهج الله، يعني ما لما يشوف نور الله يركع. فإحنا لم نرى الله بحواسنا، الإنسان لا يستطيع أن يرى الله بحواسه، ولكننا عشنا في حدث التجسد بيسوع المسيح. تقاربت الرواية التاريخية مع الرواية اللاهوتية في شخص يسوع المسيح، فبطلنا نحكي إحنا عن إشي في الفضاء هناك بالسماء بعيد، أصبح وعاش بيننا، حل بيننا، وتوافات، بكى، تعشى، أكل، جامل الموجوعين المحزونين. يعني عمل الرجل الشرق الاجتماعي. يعني اليوم الأجانب والغرب كثير ما بيفهموا هاي الممارسات يسوع اللي عملها، إنه يعني شو، ولكن بيصيروا يحكوا لهم إنه هيك كانت المجتمعات الشرقية القديمة. الضيف بيجوا بغسلوا له على الباب. يعني بتذكر إحنا أطفال بالكرك في قريتنا بحمود، كيف لما يخلص العزومة اللي عندنا بالبيت، كيف إنه نطلع أظل ماسك البشكير واقف وبيغسل الزلم، إنه لازم حدا يمسك له البشكير مع إنه معلق البشكير يعني. بس بيوقفوا إنه ممنوع نمد إيدنا ناكل. بتذكر إنه نضل نطلع على المنسف، ممنوع نمد إيدنا ناكل، نحط لنا صحونة، إلا لما يخلصوا لهذا يحطوا لنا صحون من اللي زاد هذا، إذا زاد يعني. كيف العادات والتقاليد اليوم؟ أنت ما بتقبل هيك ولا أنا بقبل هيك لأولادنا أو هيك. يعني إحنا ما لغينا العادات والتقاليد، بس ركزنا حطينا فوكس على 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 اللي بخصنا اكثر، على على اولادنا. فبصير هيك بحياتنا الكنسيه، هيك بحياه الاجتماعي، بنصير نضوي اكثر، نسلط اللوكس الضوء على كلمه ربنا بحياتنا. يعني انا زعل ابونا جورج مني، مهم كثير ما بدي ازعله، ولكن اذا بدي ازعل يسوع ولا ازعل ابونا جورج، لا بدي اختار اني ازعل ابونا جورج. بدي ازعل في مواقف الحياه بتحتاج انه الواحد يحكي كلمه حق فيها، وفي احيانا بحكم المحبه والتسامح وهيك بدي احكيها بطريقه يحاول يضل يعجن فيها، يلطف فيها فما يجرح الشخص اللي قدامه. نقضي على الشك باليقين. نعم فعلا يا ابونا، نقضي على الشك في اليقين. وايضا بدي اضيف ايضا يعني هذه كلمه يعني وانا بستعملها، كيف بقضي على الشك؟ كمان بالجواب موجود من الكتاب المقدس دائما لأي شك بيراودنا بحياتنا. ارجعوا للكتب المقدسة، ارجع افتح الكتاب المقدس واقرأ فيه، رح تلاقي اليقين لما يكون في عندك نقطة شك بموضوع ما. فربنا رح يفرجيك اليقين. آمين. في الكتاب المقدس. آمين. هذا يعني وجود يسوع لما انت مثل شككت مثل توما وقلت ما اذا ما شفت وما شعرت وما رأيت ما رح أصدق ولا رح أؤمن. بالكتاب المقدس هناك موجود يسوع. إذا أنت بتحب شيء ملموس بالكتب المقدسة اللي كتبوها الناس الملهمين اللي عاشوا مع يسوع بهذاك الوقت،
واللي كتبوا هذا بإلهام يسوع المسيح وبإلهام ربنا أكيد راح تلاقي الجواب بالكتاب المقدس. فهذه اعتبرها مهام جديدة في العام الجديد، أنك ترجع تقرأ الكتاب المقدس عن جديد. وأكيد مع وجود كورونا والحجر الصحي والحجر الشامل وأيضا وجودنا أكثر في منازلنا، أعطي من وقتك لو نص ساعة افتح الكتاب المقدس وارجع اقرأه عن جديد بقلب منفتح، فرصة. لأنه أوقات الإنسان يا أبونا بقضي كل حياته مش مكمل حتى الكتاب المقدس. في كتير سألتهم قريتوا الكتاب كله كامل؟ يعني في ناس يقول لك لا، ما هو بنروح على الصلاة والكتاب المقدس بنقرأ عليه لإلنا بالكنيسة، فأكيد من خلال سمعينه سمع بس ما قرأنا. لا، في فرق بين إنك تقرأ وبين إنك تسمعه. ففعلا يعني خلوا 2021 اللي رجعنا لهالذخيرة اللي موجودة بقلوبنا من إيمان ومحبة ليسوع المسيح، أعطوه ليسوع المسيح يعني ولو يعني شيء بسيط مقابل التضحية واللي أعطانا إياها يسوع وخلصنا بموته وعلى الصليب عشان يغفر خطايانا. فأعطوه لو جزء بسيط، رد جميل، اقرأوا الكتاب المقدس من جديد، راح تلاقوا إنه في أمور كتيرة راح تبين لكم، راح تتوضح وراح تصير بشكل واضح والحقيقة راح تظهر لكم في بعض المفاهيم كنتم مخدينها بشكل خاطئ أو مش فاهمينها. فهذه واحدة من الأشياء اللي أنا كمان حطيتها ل 2021 يا أبونا أرجع أقرأ الكتاب المقدس، لأنه قراءتي الكتاب المقدس قبل 5 سنين أو 4 سنين أو whatever، يعني مش تقولوا لنا إنه طول النهار مسكين الكتاب المقدس نقرأ فيه، عم بصح لنا بس أنا قرأت الكتاب المقدس كامل. لكن هلأ مع تقدم العمر بتلاقي إنه في مفاهيم جديدة، يعني الآية اللي أنت كنت عم تقرأها عم تفهمها بشكل تاني. طبعا هذا بحكم الخبرة، بحكم الممارسة، الوصايا حياتنا، تعاملنا، ترددنا على الكنيسة وسماع الوعظات، كل يوم نسمع يعني فكرة جديدة. فلما بقرأ الكتاب المقدس نفس الآية بقرأها وبرجع برددها بعد أكم من مثلا شهر، بترجع الآية هيك في مفهوم جديد لقيته بهالأكم من كلمة. فممكن هذا انعكاس لحياتنا اللي منعيشها مع الناس، احتكاكنا فيهم أو الظروف المحيطة. مثلا وقت كورونا زي ما تفضلت، قبل كورونا أو بعد كورونا، صار نعم 2020 رح نصير ولا قدام 21 و22 نضلنا نذكر كورونا وبعد كورونا. فأنا بتمنى كورونا هذه تنتهي يا رب، لكن ما تخلينا ننسى وتنهي الاشياء الحلوه اللي صارت وقت كورونا وصارت عملت فينا تغيير وقت كورونا. ففعلا كورونا عملت فينا اشياء. نعم، تاكيدا على كلامك دكتوره بقدرها. انا بقترح من الجوجل موجود كثير، وبقترح انه اللي بحب يقرا الكتاب المقدس في جدول على جوجل بنظم عدد أيام السنة، خلينا نقول 360 يوم. نعم. على عدد أسفار، خلينا نقول يا الكتاب المقدس، لما بنحكي كتاب مقدس يعني عهد قديم وعهد جديد. نحكي العهد الجديد بنحكي عن الإنجيل والرسائل والرؤيا والأعمال الرسل. نعم. هلأ إذا بيقسمهم قديش إصحاح قديش فصل بالهيك وبعمل خطة، بتخلص السنة بكون خلص الكتاب المقدس. حلو. فخطة مدروسة موجودة هذا على الانترنت. على الانترنت موجود. نعم. فهاي يعني فكرة موجودة يعني انترنت كيف؟ برنامج كامل السبت مثلا، السبت واحد واحد يعني الجمعة. تطبيق هو ابليكيشن أبونا؟ ابليكيشن. لكن كمان بقدر الانسان يعني الكتاب المقدس اللي بحب يقرأ ورق، يعني في ناس بتحب تقرأ الورق وما بتحب الكمبيوتر. انا قصدي البرنت اوت خطة، يعني انت بتلزقها برنت اوت بالضبط، انه مشان تطبعها وتحط مثلا بتبلش سفر التكوين اللي بتقرا منه 4 فصول بكون مقسمينهم وقديش. نعم. على العدد على هذا، فبصير انت كل يوم تقرا لك بس فصلين ثلاثه يعني
عفوا اصحاح يعني مش عدد فصل كامل. فبيصفي انه خلص جربناها زمان يعني فحلوه بتساعد الواحد. يعني لما درسنا اللاهوت يعني في مواد بقسمه مثلا الانبياء الكبار لحالهم ماده ولعدد ساعات يا ابونا انا بدي اطلب منك يعني خدمه كمان لمشاهدينا ومتابعينا على اساس انه نسهل عليهم انه نطلع لهم على صفحه فيسبوك نور يا ريت اذا هي برنت اوت انه يحطوها نحط لهم اياها على الصفحه انه واحده من الاشياء ممتاز. اللي خلال سنه 2021 حطوها انه هاي خطتي اني اقرا الكتاب المقدس بعهدي القديم والجديد ونحط لهم هذه الخطه. في ناس فعلا في ناس بيقرا ما بفهم شغلين بيقدروا على الصفحه كمان يستفسر واحنا مستعدين نجاوبه لانه في كثير يعني كلمات مرقت معي ما كنت افهمها كنت اقراها هيك بالكنيسه لما فتت ادرس لاهوت بعدين اكتشفت انه هاي لها معنى كذا هاي لها معنى كذا وخصوصا انه الكتاب المقدس لم يحكى باللغه العربيه وفيما بعد نقله وترجمات فبالتالي كل كنيسه في بعض الكلمات مرادفة قد يعتقد الانسان انها مختلفه ولكن هي مختلفه في اللفظ ولكن المعنى واحد. يعني اللغه العربيه هي بحر من الكلمات يعني تعبر عن فرحتي غبطه فرح سرور بعطيك 20 30 كلمه بتعني نفس الشيء. لذلك مش لما بنشوف اللاتين بالطقس اللاتيني بقراوا حكوا كلمه هاي شفناها بالطقس البيزنطي مختلف فكر ايه الانجيل بيختلف كلمه. لا احنا الانجيل موحى كلام الله اللي عاشوا التلاميذ وعبر عنه بلغتهم البشرية. فهو يعني الكتاب اللي بيننا احنا ما بنحكي عنه انه نزل منزل حرفيا بهي اللغة العربية هيك لا. لذلك ان في كلمات بنحتاج ان نطلعها من القواميس الإنجيلية والتفاسير التطبيقية للكتاب المقدس حسب قائمة من الآباء الكنيسة اللي شرحوها عبر آلاف السنين وموجودة الحمد لله من 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 آباء القرون الأولى. عندنا كتابات دكتورة موثقة وقد طبعت كتب وتوزع بالمكتبات العامة يعني موجودة لتفسيرات للكتاب من القرون الأولى يعني. احنا بنحكي عن اكثر من 21 قرن امامنا من التراث الزخم بتفسير الكتاب المقدس. فمو حجي انه انا بطلت اقرا الكتاب ابونا ما بفهم بالعهد القديم كله اسماء فضائيه وكله اسماء ما بنعرف نلفظهم. بدك تقول لي جوئيل اتى بمشتائيل ونشتائيل اتى بعمان اسماء ما لا سهله عادي كل شيء علم هذا. بس احنا المهم انه كيف نعيش بحياتنا تطبيقنا ما بدنا نحكي اشياء بس بالرمزيات وبالبلها بدنا نشوف هاي الاشياء شو بتهمنا نسال مش غلط. في كهنه في رهبات في على صفحتنا احنا مستعدين ايضا ابونا فرح وانا وحضرتك ان نجاوب قدر امكاننا وقد ما يعني كل واحد ما حدا بيدعي بفهم بكل شيء دائما اللي ما بيعرف بيدور بطون الكتب وبسال اهل الاختصاص ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. كان عندنا لقاء مع ابونا انطوان دويهي وحكى لنا عن الترجمات اللي قام فيها المرحوم ابونا بولس فغالي الله يرحمه. فكنت سؤال اساله انه ما الحاجه الى ترجمات جديده فكان يقول لي انه ابونا فغالي بولس فغالي كان يجمع من الكتب والترجمات اللي كانت عبر الزمنات عدة ترجمات صارت للكتاب المقدس لكن نحن بحاجة للترجمة عشان الألفاظ والمعاني الجديدة في عصرنا الحديث نقدر نفهمها. مثل ما تفضلت في ناس كتير بتمسك الكتاب المقدس على فكرة لازم ينتبهوا الناس أي ترجمة عم بيقروا يعني مش كل الترجمات يعني حتى كمان موثقة من كنائسنا يعني في ترجمات كنائس كاثوليكية وكنائس الأرثوذكسية بتعتمدها الكنائس الأرثوذكسية عشان هيك في بتلاقي في اختلاف لأنه اللي بيعتمد الترجمة اليونانية والترجمة العبرانية والترجمة الأرامية من عدة لغات. ف بدك تنتبه أول على الترجمة وإذا مش عارف إنه هاي الترجمة صحيحة ولا لا اسأل الكاهن يا أبونا أنا عندي كتاب مقدس في هاي الترجمة هل هذه صحيحة ولا لا لأنه إحنا منجمع أوقات كتب مقدسة أي كتاب مكون مكتوب عليه الكتاب المقدس نشتري ما منهتم إنه هاي ترجمة مين أو مين اللي بهذه المناسبة دكتورة بشكر رسالة المركز اليسوعي كمان عنده شباب علمانيين متخصصين شهائد عليا معهم متخصصين في شرح الكتاب المقدس ويعقد سنويا دورات بس تعرف هلا 2020
بسبب الجائحة والهيكا وقفوا، بس على الأونلاين بقوا مستمرين. نعم. فإحنا كمان مننصح اللي يعني بحب يفوت بالناحية العلمية بالعمق الكتاب المقدس يتابع المركز اليسوعي، يعني بيستفيد كثير يعني. نعم. بهذا. نعم. المضمار. نعم. نعم. نرجع لأبونا بولس الغالي الله يرحمه، ونحن نذكره في الخير بما قام به من مؤلفات وأعمال عظيمة ترك لنا إياها إرث يعني. ونشكر كمان أبونا أنطوان دويهي اليوم من الحلقة، نوجه له التحية في الأراضي المقدسة، كل عام أنتم بخير، اللي كمان أعطانا ما قدم أبونا بولس الغالي لأنه كان مرافقه، فكان يحكي انه هو احنا بحاجة عشان نفهم الكتاب المقدس بمفهومنا الجديد بالعصر الحالي القرن 2021. فهذه الحاجة الى ترجمات كثيرة، اللي بيسأل انه ليش هالقد في ترجمات كثيرة بالكتب المقدسة، يعني الافكار اللي كانت قبل 2000 سنة، يعني 2000 هلا نحن ب 2000 القرن 21 مفهومنا غير عن الانسان اللي عاش قبل 2000 سنه، فنحن بحاجه للترجمات فقط عشان تسهل عمليه الفهم اقرب للغتنا واقرب لمفهومنا. كثير يعني راس الاهله هذا المجنون اللي كان بمنطقه جداول شفاه يسوع، يقول وكان قعدت أيام وأنا ببحث فيها شو رأس الأهلة، كان بيحكي أنه كان مجنون وبين القبور وبمشي بمشي. نعم. برأس الأهلة، وشو رأس الأهلة؟ الهلال طلعت، الهلال لما بيكون في شكل معين، في مقولة بتحكي بالمجتمع سائد كانت أنه كيف اللي بيحكوا عنا اليوم الثلج كثير بنجم، كلمة. نعم. بنجم أنه إيش بمشي بالثلج بضيع. نعم. فهذا تايه في شو اسمه يعني من حالة الهستيريا الجلال اللي هو فيها. نعم. تايه بالجبال وتايه وأكثر من مدرسة فلسفية ولاهوتية فتت على 100 موقع بترجمها بشكل، فهي كانت يعني هائم على رأسه وخلق على مصطلحات. نعم. على حل شعره بالعامية. نعم. يعني فيش ضابط، بدون ثياب ومزع وعي عايش بالسلاسل بالرطوب يقطعهم، يعني بتحول إلى حرام من مس الشيطان فيه، تحول إلى وحش هائم بالبرية. فإحنا بنقدر نحكيها هيك، بس لما يجي يقرأها مثلا إنسان مش متخصص باللاهوت في كثير اليوم كلمات بحاجة زي ما تفضلت إلى نحت. نعم. وهو ما قام به أبونا بولس الغالي، نحت الكلمات هذه وقربها لمفهومنا العام عشان نفهمها أكثر، لأنه في ناس كثير مثل ما أنت كمان تفضلت في البداية قلت العهد القديم فيه كثير آيات وفصول تقرأها وما بتفهم ولا إشي يعني منها شيء، وبعدين أوقات بتضيعك يعني حتى. نعم. كمان إنه هذا صار معاي إنه بتضيع، بترجع بتقول مين هذا بالضبط، ابن مين هذا، يعني بضيع. فالإنسان بده يكون مركز ومتبع بلاقي صعوبة شوي إنه يفهم العهد القديم، لكن العهد الجديد بيوضح له كل ما تم قراءته، لأنه في رموز كثير بنكشفها بالعهد الجديد. بالضبط. نعم. فاختاروا الكتاب المقدس اللي ترجمة حديثة تكون بيعطيك مفهوم أكتر، وفي بعض الكتب المقدسة موجود فيها التفسير بالآخر، يعني في بعض الكتاب تكون أخمل شوي ففي حواشي فيه يفسر لك إنك أنت ممكن إنك تتساءل شو هاي الكلمة معناتها، زي ما أبونا بقعد بيدور على الشرح تبع الكلمات اللي ما بفهمها، بيكون حاطين شرح من خصوصا إنه إحنا اللي درسنا الهوامش بلبنان وبالجامعات برا بيكون في عنا النصوص الأصلية. نعم. يعني إحنا لما درسونا الكتاب المقدس لازم يكون معك النسخة الحقيقية اللي كتب. نعم. فيها، فمثلا عندي بالبيت هلا الكتاب هو عبارة عن الحواشي تبعته عربي بس. نعم. هو يوناني، فبتعطيك الكلمة باليوناني ومعانيها بالعربي، فبقدر أنا أطلع ترجمي لحالي، يعني بقدر. نعم. أنا أشوف هذا الفصل بالإنجيل اليوم بحكي هيك أطلع، فبطل إني الصعوبة هي بالبحث فقط. نعم. مش إنه خلص أنا ما بعرف بسكت، لا، يعني في غلبة تترجم وتشتغل على الموضوع زي. نعم. ما تفضلتي يعني إنه فيها صعوبة مش سهل الشغلة زي العهد الجديد. العهد الجديد يعني 99% تقرأي قصص
عبر عن تلاميذ عن عاشوهم مع يسوع المسيح، واحيانا كشف الله لهم، يعني كانوا يقدروا يسمعوا بقوه ما صلاه يسوع الجوانيه. يعني تخيلي كان الله يعطيهم الحكمه التلاميذ لما كانوا معه، خصوصا بالتجلي وبالهال، كانوا يسمعوا ويشوفوا اللي كان بعيد عنه. يعني فيزيائيا بتحكي هدول طب شو عرفهم انه يسوع صعد؟ انت بتقول له لوقا اللي كتب بعد ما يسوع صعد. ويسوع صعد وانقطع البث مع يسوع، ما اجى الروح القدس. ما في هذا الفيروس شغال، هو الروح القدس الفيروس اليوم. فبالتالي جواب لكل الناس اللي بيقولوا طب كيف كتبهم؟ يسوع كان لحاله، يسوع كان بيصلي. فهي العهد الجديد واضح اعتقد انه للجميع يعني، ولكن العهد القديم هو بيحتاج شويه لتفسير. نعم نعم، فهو ذا الكل قد صار جديدا مع يسوع المسيح. الخليقة الجديدة التي ليس لها لما نقول خليقة جديدة أبونا يعني ولد من جديد، ولبس الحلة البيضاء. فمع يسوع نحن ولدنا من جديد من خلال المعمودية، واللي هو المطعوم زي ما تفضلنا معلها باللغة الدارجة هلا مدام الحديث على المطعوم. طبعا نحن معلش تركناكم اللي تابعونا هلا على البث، أبو ميشيل حددين كل احترام والتقدير لكم، أبونا محمد الحبيب صباح الخير، صباح النور. بطرس دبو، هل يوجد كتاب يفسر كلمات غير معروفة أو مفهومة للأشخاص التي تقرأ الإنجيل؟ نعم يا بطرس، في موجود كتب الإنجيل، وفي تحتها بيكون التفسير على الهوامش. كتب الأناجيل من وين نقدر نشتريها؟ نشتريها المركز. من المركز اليسوعي في موجود، والجمعية الكتاب وجمعية الكتاب المقدس موجودة كمان أيضا، في عندها كتب ممكن تقدروا تتوجهوا لها وتشتروا منها. العنوان بجبل عمان الدوار الأول بشارع الرينبو موجودة هناك يعني. نعم جمعية الكتاب المقدس، وأيضا اسألوا أي كاهن رعية ممكن هو المحلين. يعني وممكن هو يأمن لكم إياه طبعا تقدروا إنكم تحصلوا عليه، يعني في جميع الخطوط يعني في جميع الأحجام للكبار السن، يعني في كتاب مقدس. نعم. يبلغ يعني أكثر من 20 و30. نعم الحرف جبت للوالد بصراحة كان يقول لي بطل عيوني عيوني عيوني، جبت له كتاب فعلاً كتير كبير حتى بنحط على مقرأ يعني عشان يقدر لأنه تقيل على الوزن، بس حبه كتير لأنه خطه كبير فما بحاجة لهالقد يستعمل مكبر ونظارة. جوني لويس جبرة يسعد صباحك، صباحك نور يا جوني، كل عام وانت بخير. وأم يوسف الهواري صباح الخير وكل عام وانت بخير يا باشا. يا باشا. عون سليمان يسعد صباحكم بكل خير يا رب، كل عام وانتم بألف خير. ميلاد مجيد كل الحب والاحترام والتقدير إلى الجميع مع حفظ الألقاب، يسعد صباحك يا أستاذ عوني. هلدا زيادات، ميلاد مجيد أبونا فرح ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. وميلاد مجيد تغريد مشربش، يسعد صباحك يا تغريد. وسارية سارية، هاي رجعنا عن سارية، رجعت حياتنا. وكل اللي عم بيسألوا عن الكتب المقدسة رجعت عم بيجددوا الأسئلة، بنقولكم موجودة بالجمعية الكتاب المقدس في المكتبات أيضا الدينية إذا موجودة في الرعاية. بدكم تختصروا الموضوع اسألوا كاهن الرعية عن الكتاب المقدس الأنسب لكم إنكم تقدروا تقرأوه. اللي بحاجة أو حابب كتاب مقدس يطلب من عنا، نحن ممكن نزوده بكتب مقدسة موجودة عنا بمكتب النور ساعات، منجيبهم عنا هون وإنتوا عاد تأخذوهم. بالمناسبة دكتور، هاي سارية عمارين مرت صاحبي وضاح عمارين من أجمل الأصوات ترتيلاً حلو العطرة، فشي يوم لازم تستضيفيها عندي. مش غلط مش غلط. فيصل فاروق وأيضا كمان صباحك نور، وأيضا الأشخاص اللي على المباشر منصبح عليكم جميعا، منتمنى أنه بهاي الحلقة أنه قدرنا نوصل الفكرة على العهد الجديد مع يسوع وميلاد يسوع المسيح. فبتمنى أنه الكل بهاي الفترة فترة ميلاد يسوع المسيح أنه قدر يجدد داخله ويولد من جديد وينسى الماضي وهموم الماضي ومتاعب الماضي ويبلش بهمة جديدة بفرح جديد. ما أسهل أنه
ننطوي على حالنا ونعيش اليأس ونعيش القنوط ونقول الدنيا ما بتستاهل وإيش الحياة إلها معنى من كتير أسهل. بس هل ربنا خلقنا على هاي البسيطة وعلى هذا الأرض علشان يسمع منا هذا الحكي؟ هو اللي إجا وتعب لإجا لعنا، يعني معلش تأخذوني على هالتعابير البسيطة بس عم بحكي بلغتنا بلغة البشر، يعني تعب وإجا وربنا طبعاً أراد بكل هاي المسيرة عبء آلاف السنين أنه يمشي فيها ويجي المسيح لألفين سنة عشان يسمعنا نقول نحن يأسنين شو معنى هالحياة، وين ربنا، شو عم نسوي بهالدنيا، ما في أمل، ما في رجاء، ما في حياة. ما أظن أنه المسيح جاء وولد وتألم، أعطانا التعليم وتألم ومات على الصليب وتحمل الألم علشان في النهاية نكافئه نقول له تعبانين يأسنين ما فيش أمل ما في رجاء. إجت حروب وراحت حروب، إجت مصايب ويلات طبيعية كمان، فيضانات وزلازل وحرائق والآخرين وناس ماتت فيها، لكن الأمل موجود. إجت كورونا هلا وفي ناس كتير فقدت الأمل، في ناس كتير بتنادي بتقول لك نهاية العام بالعالم بجانيوري 2021 بداية السنة، يعني عم بيعطوك بضلهم يعطوك هاي الإشارات السلبية على أساس إنك تعيش بهذا اليأس. بس أنت عم تحكي إنك أنت مع يسوع وأنت مآمن وحطيت شجرة وعملت مغارة وصليت الميلاد، ما دامك صليت الميلاد وتؤمن أن يسوع جاء ولد على هاي الأرض قبل 2000 سنة، فإيمانك بدك أنت كمان بأفعالك، إيمانك بدك تطبقه. فما في إشي اسمه يأس ولا ما فيش أمل ولا في حياة ولا في رجاء بهاي الدنيا، لا موجود. فما تخافوا، حكى يسوع إذا أنت معي ما تخاف. فكيف إحنا بدنا نطبق تعاليم يسوع المسيح اللي بنسمعها ونؤمن فيها وبالنهاية نقول ما في أمل؟ كيف ما في أمل؟ إذا أنت إيمانك مش كامل، إيمانك ضعيف، قوي إيمانك لأنه هي منعتك. إذا أنت عم تحكي هذا الحكي أخذت الفيروس وانصبت فيه وطبت، منعتك قوية. إذا يسوع المسيح بكلامه دخل قلبك وما حررك، منعتك مش قوية. هون لما بتقول إنه لا أؤمن، لما بتقول ما في أمل ما في يأس، إذا أنت ما عندك مناعة فقوي مناعتك عشان تتغلب على الصعاب. فهذه بالنهاية وصيتنا أو كلامنا اللي احنا بنتمنى من خلال فترة برنامج صباحكم نور قدرنا نقوي إيمانكم بكلامنا، وإذا في أي مساعدة بنقدر نقدمها نحنا من خلال البرنامج هذا نحكي فيها مواضيع نحكي فيها نقوي جهاز المناعة المسيحي في قلوبنا، فنحن على استعداد أيضا نجيب خيرة الكهنة أبونا جورج الله يكتر خيره كمان اللي كل صباح بيجي الساعة 9 على الاستوديو، ومننقلكم هذا البرنامج نقوي مناعتكم الإيمانية. فنحن مستمرون وما في من هلا وطالع كلمة لا أمل ولا حياة ولا فرح كله زال، لا ما بدنا نحكي. احنا عنا البشرة السارة، عنا كلمة ربنا اللي هي الفرح، الملائكة أنشدت بفرح، فنحن كمان مع يسوع المسيح ننشد بفرح، فرح الميلاد، نلبس التوب جديد ومع المسيح نكون خليقة جديدة، ننسى الماضي وما جرى في الماضي ونبلش بروح جديدة وأمل جديد وحياة جديدة. فأبونا نختم في طبعا نشكر كل اللي كانوا على المباشر، ونختم بصلاة تنبلش زي ما نهاية عام وبداية عام جديد إن شاء الله يا رب. نطلب منك يا يسوع في هذا الصباح المبارك أن تعلمنا ثقافة التخلي عن كل الأشياء بهاي السنة اللي كانت سلبية والأشياء اللي تحورت في شخصيتنا وهي ليست في صميم كياننا، من كل عادات سيئة، من كل أفعال لا تليق بأبناء الملكوت. علمنا يا رب أن نلبس الثوب البهي، الثوب البياض،
أن نكون يا رب على قدر المسؤولية أن ننطلق معك في عام جديد ملؤه النعمة والصحة والعافية والبركات من أحلى الجميع يا رب، بقدرتك بسلطانك بمجدك أنك تمنحنا الغلبي، لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس مع جميعكم من الآن وإلى الأبد. آمين. كل عام وانتم بخير، ميلاد مجيد وسنة جديدة يا رب تكون عليكم. آمين. تجلب لكم الفرح، الإيمان، المحبة، السلام والصحة، ونسمع دائما الأخبار الحلوة والسعيدة عنكم وعن أصدقائكم وأحبابكم. مستمرون معكم كمان نحن ب 2021 إن شاء الله. فإلى اللقاء في عام جديد وروح جديدة وخليقة جديدة إن شاء الله. صباحكم نور وإلى اللقاء. مع السلامة.